بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل موضوعنا عن الحصول على الاي اي اس اس ان. ندخل هنا ريكويست، بعدين نختار هنا صح ونكتب الاي اس اس ان الخاص بنا بالمجلة. هذا الاي اس اس ان الخاص. بعدين هنا هل هي كانت المجلة شنو بالبداية؟ طبعا مطبوعة، فتختار برنت. ونريد شنو الحصول اونلاين. هنا اذا اكو طرف ثالث بالنشر تقدر تقول لي يس او نو، فاحنا ما عندنا، نختار نيكست. بعدها هنا نكتب التايتل الخاص بالمجلة مالتنا عربي انجليزي، واذا اكو ثالث يعني مثلا هنا تكتب اي لغة، اللغة الاخرى تكتبها. هنا السيتي الخاصة الرمادي، الرمادي الكونتري العراق، وهنا الخاصة بجامعة ايش مثلا حسب الجامعة مالتك. هنا تكتب النيم اوف بابليشر، تقدر تكتب اسمك او اسم الجامعة. وهنا الشعار المجلة شنو، اذا عندك تقدر تكتبه، اذا هذا عادي. هنا تكتب الكونتري الخاص عراق. هنا اذا اكو طرف ثالث، احنا طبعا بالنسبة لمجلتنا ما بي طرف ثالث بالنشر، اذا اكو تقدر تكتبه يعني هنا المشاركة مثلا ناشر المشاركة، تقدر الاسم تكتبه، واذا اكو اخر تقدر. هنا الانفورميشن الخاص بالمجلة، هنا اختصاص المجلة شنو اختصاصها، اذا اكو من هاي الاختصاصات تقدر تختار، واذا ما تقدر تختار اذر وتكتب اسم المجلة. هنا النوع المجلة يعني النوع الخاص شنو النوع، يعني هاي الانواع، فاحنا اختصاصنا هو شنو مجلة، تختار جورنال. هنا ببلشر تختار. هنا اول اصدار للمجلة تكتب التاريخ الخاص به شو وقت حسب اول اصدار للمجلة، مثلا احنا كاتبين 31/12/2009. هنا المجلة شو وقت تصدر، كلش قد الفريكوينسي مالتها، كل 6 اشهر حسب، فاحنا كل 6 اشهر. اللانجوج الخاص بها، هل هي المجلة العربية باللغة الانجليزية والى اخره. هنا تريد انت المعلومات الخاصة بالببلشر، اونلاين ببلشر شو تريد ترفعها، شلون ترفعها، طبعا اغلبيتها بي دي اف الصيغة مالتها، فتكون بي دي اف افضل، افضل كصيغة هي البي دي اف. هنا راح يطلع لك نو، فانت تختار يس. فهنا هل هنا بالاختصاص الاول هذا، هل هي المجلة مجانية او نص ونص او مجانية بالكل، فاحنا هنا النوت هذا، فانت تختار نوت اوبن اكسس يعني مو مجانية. هنا البير بريفيو، هنا تكتب الاعضاء، اعضاء هيئة التحرير بالكامل تكتبهم هنا حتى يظهرون، يعني تريد يظهر فذني تكتبهن بالكامل الأعضاء. هذا الأول خيار ما عندنا مشكلة به فتعوفه الخاص به. هذا الثاني إذا المجلة هي other language فالآي اس اس ان لها خاص. فأنت تختار اللغة العربية هي مالتنا، وتخلي الاي اس اس ان خاص بها ذاذر الببلشر مالتها. هنا اذا عندك ملاحظات تقدر تكتبها. هنا اليو ار ال، طبعا لازم تجيب المجله من الاكاديميه العراقيه الخاص، هذا العنوان مالته طبعا، شوف هذا العنوان راح اخليه بالتوصيف، هذا المجلات الاكاديميه العلميه. فانت تحاول انه تبحث عن جامعتك وعن المجلة الخاصة بك. لنا تختار البراوزر، براوز باي يونيفرسيتي، هاي الجامعات العراقية الخاصة، هاي الجامعات أمامك، فأنت تختار جامعتك، وهنا تقدر تحولها من EN إلى R، AR، AR يعني عربك،
دوس انتر راح تتحول يتحول الموقع الى عربي. فهنا تحاول ان تشوف جامعتك وين، جامعة الانبار مثلا، وتبحث عن المجلة مالتنا الخاصة بيك، يعني تبحث عن المجلة الخاصة بيك وتنقر على الاصدارات. راح يفتح هذا الموقع، تاخذه الرابط بالكامل، هاي المجلة الواجهة خاصة بالكلية مالتك، وتخليه هنا. هنا اذا تريد تخلي يوزر نيم وباسورد حتى من يفوتون للموقع الخاص بالمجلة مالتك ويتباحث، فاليوزر نيم وباسورد فانت عوفه، او تريد تخليه بكيفك. هنا اذا عندك معلومات اخرى تريد تضيفها وتقول له سنت ريكويست، راح يقول لك يور ISSN request has been sent، يعني تم ارسال طلبك. فتنتظر انت تنتظر، فراح تلقي هنا المعلومات الخاصه، هذا اليونيفرسيتي والبيندينج يعني حاله الانتظار الرد. شوف احنا ننتظر ونشوف شو يقولون لنا. هنا نتبع. تحياتي لكم.